السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي مع الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية. تعالوا النهاردة هنبتدي إن شاء الله مع المحور الثاني، العالم من حولي. الموضوع الثالث مسؤوليتي. قصة الاستماع بتاعت النهاردة مقابلة مع عالم بيئة. تعالوا نشوف القصة بتقول إيه. حسن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يحب البيئة كثيرا خاصة بعد أن درسها في مادة العلوم، إلا أنه لم يكتفي بالمعلومات التي تمت دراستها، فقام بشراء العديد من الموسوعات واشترك بالكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليتابع آخر التطورات في مختلف بلدان العالم. وكانت غرفته أشبه بمتحف صغير به صور ومعلومات وأخبار معلقة. يبقى أصدقائي، زي ما عرفنا دلوقتي من خلال قصتنا إن صديقنا حسن بيبلغ من العمر 10 سنوات وهو يحب البيئة كثيرا. طب يعني إيه البيئة؟ البيئة يا أولاد هي المكان اللي أنا بعيش فيه وبتأثر بيه وبيأثر فيا وفي كل مقومات الحياة، يعني المكان اللي أنا بعيش فيه وحواليه أهلي وأصحابي وبتعلم فيه، هو ده البيئة. وهو بيحب جدا البيئة وبيحب يقرأ عنها وبيحب يدرسها في مادة العلوم، إلى أنه لم يكتفي بالمعلومات التي تم دراستها، يعني هو ما اكتفاش بالموجود في الكتاب بس، عمل إيه؟ قام بشراء العديد من الموسوعات اللي هي الكتب الكبيرة، واشترك بالكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الانترنت. ابتدى ان هو يشترك في صفحات بتتحدث عن البيئة وعن التطورات اللي في البيئة في مختلف بلدان العالم. وكانت غرفته أشبه بمتحف صغير به صور ومعلومات وأخبار معلقة. عندما رأى والده اهتمامه بعلوم البيئة، قرر أن يشاركه هذا الاهتمام وينميه لديه. وبالفعل وجد الأب عالما من علماء البيئة يسكن بجوارهم، فتحمس وأخبر حسنا بالأمر قائلا: يا حسن، عندي خبر لك. فتحمس حسنا وقال: ما هذا الخبر يا أبي؟ فأنا أتشوق لسماعه. يبقى عندما لاحظ الوالد اهتمام حسن بعلوم البيئة، فطبعا قرر ان هو يساعد ابنه في هذا الامر، زي احنا بالظبط ما بيكون عندنا موهبة وبيحاول الاب والام ان هما ينموا هذه الموهبة عندنا، فبيوفروا لنا السبل اللي تساعدنا في ان احنا نمارس هوايتنا المفضلة دي او ننمي الموهبة اللي عندنا. كمان والد حسن وجد عالما من علماء البيئة يسكن بجوارهم، طبعا تحمس تشجع واخبر حسن وقال له ان هو لديه مفاجأة كبيرة من اجله. وطبعا كان حسن متحمس جدا وقال: ما هذا الخبر يا ابي؟ فانا اتشوق لسماعه. ابتسم والده قائلا: لقد بلغني انه انتقل الى حينا عالم بيئة شهير. فرد حسن متعجبا: عالم بيئة؟ كم أتمنى أن أقابله ونتحدث معا. طبعا كانت المفاجأة حاجة طبعا بيتمناها حسن، وإيه هي؟ إن في عالم بيئة سكن جديد في الحي. وطبعا كان حسن سعيد جدا لأن هو بيتمنى أن يقابل هذه الشخصية التي تعمل في علوم البيئة. قاطعه والده: ولكن لدينا مشكلة صغيرة، هذا العالم من ذوي الإرادة يعاني ضعفا في السمع وعدم القدرة على التحدث، فكيف سنتواصل معه؟ سكت حسن وجلس يفكر قليلا، ثم قال: ليس هناك مشكلة يا أبي، فصديقي سامر يمكنه التحدث بلغة الإشارة، سأطلب منه حضور هذا اللقاء معنا. طبعا هو ووالده اتفقوا على أن يقابلوا عالم البيئة، لكن كانت هناك مشكلة وهي أن العالم من ذوي الإرادة. طب يعني إيه أصدقائي ذوي الإرادة؟ اللي هو بيكون لديه شيء ما في جسده يعاني منه. طيب الذي كان يعاني منه عالم البيئة هو ضعف السمع،
وعدم القدرة على التحدث. طيب إزاي هيتواصلوا معاه وهو لا يسمع ولا يتحدث؟ طبعا فكر حسن قليلا وبعدين أخبر والده أنه ليس هناك مشكلة، لأن صديقه سامر يمكنه التحدث بلغة الإشارة، وهو كمان هيطلب منه علشان يحضر معاه هذا اللقاء. جاء يوم الخميس وحسن متحمس كثيرا وقد جهز بعض الأسئلة والموضوعات ليناقشه فيها. دخل الأب وحسن وسامر بيت العالم فوجدوه أشبه بمعمل صغير، واتفق حسن مع سامر على أنه سيكون حلقة الوصل بينه وبين بين العالم، فيترجم كل شيء لنا وله. طبعا جاء يوم الخميس زي ما قرينا دلوقتي، وكان حسن لديه شجاعة كثيرة وجهز الأسئلة والموضوعات اللي هيتحدث فيها وهيناقشها مع العالم. ودخل الأب وحسن وسامر بيت العالم، وجدوا يا أولاد أنه أشبه بمعمل صغير، واتفق حسن مع سامر أن سامر سيكون حلقة الوصل بينهما، فسيكون بترجمة ما سيتم من الحوار بينهما. بالفعل رحب العالم بهم معرفا نفسه واسمه محمد، ورد حسن: أهلا بك في حينا، أنا سعيد بزيارتي لك، فأنا أهتم كثيرا بعلم البيئة، لكنني في حاجة ماسة لأن أتعرف هذا العلم أكثر. طبعا العالم رحب بحسن ووالده وصديقهم سامر، رحب بهم ترحيبا شديدا طبعا، وقال وطبعا حسن رد التحية: أهلا بك في حينا، أنا سعيد بزيارتي لك، أنا سعيد إن أنا زرتك وتعرفت عليك. ليه؟ لأني أهتم بعلم البيئة كثيرا، وأنا أقرأ عنه وأتعلم عنه، لكن أنا أحتاج أن أتعرف أكثر عن طريقك. قام سامر بترجمة ما قاله حسن بلغة الإشارة. قال العالم: علم البيئة هو العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي، ويقوم أيضا بدراسة مختلف البيئات على وجه الأرض. هنا صديقنا سامر قام بالترجمة، لأن احنا اتفقنا أنه حلقة الوصل بين حسن وبين العالم، فقام بترجمة ما قاله حسن بلغة الإشارة إلى العالم لكي يفهمه. وطبعا رد العالم عليه وقال أن علم البيئة هو العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية، بين جميع الكائنات الحية اللي بتعيش في البيئة، ويقوم أيضا بدراسة مختلف البيئات على وجه الأرض. جميع البيئات على سطح الأرض يدرسها علم البيئة ويهتم بها. والعلاقات بين الكائنات الحية وغير الحية، كما يدرس الاحتياجات الأساسية للكائنات بأشكالها المتنوعة، ويتعرف طرق عيشها وإمكانية تكيفها مع البيئات المختلفة. يبقى كمان يا أولاد علم البيئة مش بيدرس بس البيئة اللي أنا موجود فيها، ده كمان بيدرس جميع البيئات الموجودة على سطح الأرض، وكمان بيدرس إيه؟ العلاقات بين الكائنات الحية وغير الحية، وكمان بيدرس ايه الاحتياجات الأساسية للكائنات، يعني الكائنات الحية بتحتاج لإيه والكائنات غير الحية تحتاج لإيه، وكمان بكل أشكالها المتنوعة والمختلفة، وإزاي بتعيش كل الكائنات ديت على سطح الأرض وكيفية معيشتها، وإزاي بتتكيف مع البيئات المختلفة. سرعان ما مر الوقت واعتذر الأب لطول المقابلة متمنيا تكرارها مرات كثيرة. قام العالم توديعهم، وكرر حسن ما فعله سامر بيده للتوديع. وعندما عاد حسن إلى البيت شكر أباه على المقابلة، وأخبره بأنه قرر أن يتعلم لغة الإشارة حتى يستطيع التواصل بسهولة مع العالم المرة المقبلة. وطبعا الوقت مر بسرعة،
واعتذر الأب لطول المقابلة، لكن طبعا صديقنا حسن أطال في المقابلة لأنه يحب وكان منتظرا لهذه المقابلة مع العالم. وطبعا اتمنى الأب تكرار مرات المقابلة مع العالم، والعالم قام بتوديعهم. وكرر حسن ما قام به صديقه سامر بتوديع العالم بيده. وعندما عاد ورجع حسن إلى البيت، شكر والده طبعا على هذه المقابلة التي كان يتمناها، وأخبر والده بأنه يريد أن يتعلم لغة الإشارة لكي يستطيع التواصل مع العالم بسهولة في المرة المقبلة التي سيقابله فيها، دون أن يحتاج لصديقه سامر لكي يقوم بالترجمة. ودلوقتي جمعنا مع سؤال المتفوقين. تعالوا نشوف سؤال المتفوقين بيقول: ماذا قرر حسن في نهاية القصة؟ نقول تاني: ماذا قرر حسن في نهاية القصة؟ يلا فكروا معايا وعرفوا ايه قرار حسن في نهاية القصة، ومستنيين اجاباتكم في التعليقات. نقول تاني: تخير الصواب مما بين القوسين، كان شغف حسن هي صديقتي التكنولوجيا، علوم البيئة، الرسم، علوم البيئة. أحسنتي صديقتي. تعالوا نشوف السؤال الثاني: شارك والد حسن اهتمامه وأعد له مقابلة مع مع رسام ولا جده ولا عالم بيئة؟ عالم بيئة. أحسنتي حبيبتي. طيب السؤال اللي بعده: كان عالم البيئة لا يتحدث ولا يرى ولا يمشي؟ يتحدث. لا يتحدث. تواصل حسن مع عالم البيئة باللغة الإنجليزية ولا لغة الإشارة ولا الكتابة؟ لغة الإشارة. عن طريق صديقه سامر. أحسنتي. طيب دلوقتي بيقول لي وصل. طيب هو مديني دلوقتي ثلاثة صور، ماشي، وعندنا ثلاثة كلمات. الكلمات عندنا شكرا، مرحبا، وكيف حالك. طيب الصور دي عبارة عن ردود للكلمات دي. هيا يا صديقتي، أول صورة هنوصلها بشكرا، أو هتبقى رد الشكرا ولا مرحبا ولا كيف حالك؟ مرحبا. مرحبا. أحسنتي. طيب والصورة الثانية؟ شكرا. شكرا. والصورة الثالثة؟ كيف حالك. أحسنتي حبيبتي. يلا نشوف التدريب بيقول لنا: أرسم دائرة حول الأنشطة التي مارسها حسن لتنمية شغفه. تعالوا نشوف الأنشطة مع بعض. أول نشاط عندي يقرأ الموسوعات، وتاني نشاط يلعب على الحاسوب. حسن كان بيعمل إيه؟ يقرأ الموسوعات. أحسنتي. طيب عندنا يقابل علماء في البيئة، يتابع الأخبار. يقابل علماء في البيئة. أحسنتي. طيب يلعب بالكرة، يعلق الصور والمعلومات. يعلق الصور والمعلومات. يسأل ويبحث على الإنترنت ولا يطبخ طعام؟ يسأل ويبحث على الإنترنت. أحسنتي صديقتي. طيب دلوقتي احنا عندنا مراجعة على التنوين. هنا السؤال بيقول لي: نون بأنواع التنوين المختلفة. طيب احنا التنوين أصلا عندنا فكرة عنه. التنوين عندنا ثلاثة أنواع، هو التنوين بالفتح والتنوين بالكسر والتنوين بالضم. وطبعا التنوين بيجي مع الأسماء فقط، وما يجيش مع الأسماء اللي أولها ألف ولام، وعندنا بيجي في آخر الكلمة، بيجي على آخر حرف في آخر الكلمة. عندنا التنوين بالفتح ليه حالة خاصة، إن هو لازم يجي ألف عشان يسند التنوين بالفتح، ما عدا لما تكون آخر الكلمة ليها حروف قوية. وإيه هي الحروف القوية؟ التاء المربوطة والهمزة لو قبلها ألف، والهمزة اللي على الألف. أحسنتي حبيبتي. التاء المربوطة والهمزة اللي قبلها ألف مد، أو الهمزة اللي على ألف. طيب تعالوا نشوف بقى إيه التدريب بيقول: نون بأنواع التنوين المختلفة. نقول تاني: نون بأنواع التنوين المختلفة. عندنا القلم. يلا يا صديقتي، القلم علشان أنونها أول حاجة لازم أعمل إيه؟ ميس حضرتك قلت لنا إن التنوين مش بيحب الألف واللام. ما بيحبش الألف واللام، يبقى أنا هكتب إيه؟ قلم، قلم، قلما. أحسنتي. قلم وقلم عادي، وقلما نضع الألف اللي هو يسند التنوين بالفتح. طيب عندنا تلميذة. حضرتك قلت لنا التاء المربوطة من الحروف القوية، فبيتحط عليها التنوين على طول، يبقى تلميذة، تلميذة، تلميذة. أحسنتي. طيب سماء.
حضرتك قلت لنا كمان إن الهمزة اللي قبلها الألف بتبقى من الحروف القوية فبتشيل التنوين لوحدها، يبقى سماء سماء سماء. شيء. عندنا يا ميس كلمة شيء الهمزة هنا مفيش قبلها ألف، فطبعا أنا في التنوين بالفتحة هحط لها ألف. عندنا في التنوين بالضمة تبقى زي ما هي شيء، تنوين بالكسر شيء، التنوين بالفتحة هحط لها الألف تبقى شيئا. أحسنت يا صديقتي. طيب معانا سؤال المتفوقين بيقول لي إيه؟ نون بأنواع التنوين المختلفة. عندنا كلمة العلم، ضوء، نبأ. العلم، ضوء، نبأ. يلا فكر كويس قوي ونون لي بأنواع التنوين المختلفة، تنوين بالفتح والضم والكسر، ومستنيين الإجابات في التعليقات. بيقول لي هنا اختر المناسب ثم أجب، اختر المناسب ثم أجب. طيب أول مثال عندي، طيب كتاب، كتاب ولا بن؟ وحضرتك قلت لنا ان النون التنوين بيبقى نون بس تنطق ولا تكتب. احسنتي، صوت. وكمان يا ميس ما بتبقاش اصليه، يعني التنوين ده مش اصلي، فانا هنا عندي كلمه كتاب ولو انا شلت عنها التنوين هتبقى كتاب زي ما هي ما اتغيرتش، فهنا هاخد اللي فيها التنوين. احسنتي، كتابا اللي فيها التنوين. طيب هنا فكره، هتبقى فكرتين ولا فكرتين بس بالنون، بحرف النون؟ هي كلمه فكره يا ميس اخرها تاء مربوطه، فانا لما احط لها التنوين هحط تنوين مش هحط نون، فتبقى فكرتين اللي هي التاء المربوطه وتحتها التنوين بالكسر. احسنتي، احنا قلنا ان التنوين هو عباره عن صوت لحرف النون فقط، صوت حرف النون. اعدت لي امي غذاء، غذاء غذاء هنا بالالف وغذاء من غير الف، وهنا غذاء والتنوين على المد بالالف اللي في النص. لا حضرتك قلت لنا هي الهمزه لما بيبقى قبلها الف انا مش بحط لها الف، بحط التنوين عليها على طول. كمان يا ميس ما ينفعش ان انا احط التنوين على الحرف اللي قبل الهمزه، لا يا ميس انا هاخد غذاء اللي عندي في النص. احسنت يا حبيبتي. طيب صمم المهندس نقط جميلا مبنى ولا مبنى اللي هي بالالف اللينه ولا مبنى اللي هي بحرف النون؟ لا يا ميس هاخد اول واحده لان طبعا التنوين بالفتح بيحب الالف وبحط التنوين على الحرف اللي قبل الالف. احسنتي صديقتي، احسنت. طيب هنا بيقول لي صوب الخطا، صوب الخطا. طيب معلم وضع لنا في اخر الكلمه حرف النون. لا يا ميس يا معلم هي لو انا شلت التنوين هتبقى كلمه معلم، وطبعا انا هحط التنوين على الحرف الاخير يبقى معلم، ده تنوين يا ميس نون تنطق ولا تكتب. احسنتي. طيب بنتا، واحنا عندنا هنا حرف النون موجود. لا يا ميس بنتا طبعا المفروض ان هي كلمه بنت، فانا هحط لها تنوين بالفتح يعني هحط لها الالف لان التنوين بالفتح بيحب الالف والتنوين على الحرف اللي قبل الالف. مهندس، مهندس يبقى انا يا ميس هشيل النون واحط التنوين تحت السين اللي هي الحرف الاخير مهندس. احسنت صديقتي. طيب دلوقتي عندنا مراجعه حروف الجر. احنا عارفين ان حروف الجر او حروف العطف الاثنين يسموا ادوات الربط، ادوات الربط. النهارده هناخد حروف الجر فقط. تعالوا نشوف بقى حروف الجر، هي من، الى، عن، على، في، كاف، لام، باء. يلا قوليهم كده صديقتي. هنقولها يا ميس في اغنيه، من والى، عن وعلى، والفي في وسطهم بتغزهم كلهم، وجر الكاف واللام والباء. احسنت يا حبيبتي، جميله. طيب احنا عندنا حروف الجر فيها حروف منفصله يعني بتيجي لوحدها، وفي حروف المتصله بتبقى متصله بالكلمه التي تليها. عندنا الحروف المنفصله هي من والى وعن وعلى وفي. طيب الحروف المتصله اللي هي كاف لام باء، يعني الكاف واللام والباء بيبقوا متصلين بالكلمه التي تلي حرف الجر اللي بتيجي بعد حرف الجر على طول. هنا بيقول لي أكمل الجمل الآتية بحرف جر مناسب، أكمل الجمل الآتية بحرف جر مناسب.
اول جمله عندي وقف العصفور نقط غصن الشجره. اديني بقى حرف جر مناسب للجمله دي. هيبقى هميس على. احسنتي، وقف العصفور على غصن الشجره. طيب احب البروتينات نقط اللحم والبيض واللبن. كاللحم والبيض واللبن. احسنتي. طب اضفت السكر نقط الشاي. الى الشاي. الى الشاي. اكلت الارز نقط المعلقه. اكلت الارز بالمعلقه. بالمعلقه. قدمت هديه نقط صديقي. قدمت هديه لصديقي. احسنتي حبيبتي. قعدنا مع سؤال المتفوقين بيقول ايه؟ فكر وارسم، هل مصير هذه الاشياء القمامة ام يمكنك استخدامها مرة اخرى؟ واكتب احد الاستخدامات. دلوقتي هو مديني ايه؟ مديني صورة زجاجة مياه وكرتونة بيض. تعال بقى فكر معايا وشوف بقى كده، مصير الاشياء دي القمامة ولا احنا ممكن نعيد تدوير استخدامها مرة اخرى؟ ولو ينفع اكتب لي احد الاستخدامات. يلا مستنيين الاجابات في التعليقات. ونتمنى يا أصدقائنا أن أنتوا تكونوا النهاردة استفدتوا من درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.